نعمين ابو مجاهد، مساء الخير. مساء الخير. اهلا، مساء الخير. مساء النور. عمرك 75 سنة؟ 75. انت من بتيتر من علي؟ نعم. من ابناء المسلك التوحيدي درزي؟ بتأمن بمار شربل؟ ايه. درزي وبتأمن بمار شربل؟ مار شربل انا بسمع عنه بالماضي، بسمع عنه بس مش شايفه بالصورة ولا بعرف. نعمين ابو مجيد عمرك 75 سنة وقعت من علو 12 متر. ايه. نزيف دم من الزيتونة قلبت. ايه طبعا. نزيف دم، كسر ضلوع، تمزق بالرئة. صحيح. جراح بالراس. صحيح. واليوم ما شاء الله عليك أبضاي قدامي قاعد. زيتوني عيري وفي شير تحت منها، وقعت ما عرفت إلا بسمع صوت لا تخاف أنا معك، وأنا غميان وقعت ميت من الزيتوني. أنا بسمع هالصوت بوعة بلاقي حالي نايم على حافة الشوار وراسي على الحجر ودم عم يشلي من مخي منها، لأنه من هون انفج مخي بغمق سنتي ونص. فتحت عيوني لقيت مرتي عم تصرخ يا جماعة اركضوا، وقع نعمان من الزيتون. قمت قعدت، يا عمي شو بك يا عم تصرخي؟ قال أنا شو بني؟ أنت شو بك؟ وقعت من الزيتون ولك الدم. قمت، السيارة مش بعيدة عنا كتير، طلعنا على السيارة، جيت لدور السيارة بإيدي اليمين مقدرت لأن هون الله مكسورة. دورت بالشمال ومشينا ما قدرت، وصلت تلفنا لابني رامي، إجا أخذنا بنزلني على المستشفى على علي، لقوا في الرئة مضروبة مخزوقة، حولونا على عين وزين وصرنا على المستشفى عين وزين، كمان صورونا بعين وزين، لقوا عملية خطيرة في نزيف داخلي، طلعونا على الأوضة بعد الصورة، لا في اقعد على تخت ولا في نام، جينا طلبنا منهم كرسي، جابوا لنا كرسي بلاستيك قعدنا عليها هيك. ثاني يوم الظهر الساعة 12 قال في عندك صورة ثانية؟ قلت لهم إذا مثل هذه الصورة ما بدي أتصور. كنت موجوع؟ صرت ضلع بلا وجه ورئة والكتف، مش معقولة بلا وجه. الغاية طلعونا قعدنا يعني شبه طيب، قعدت على هالكرسي هيك وصرنا نتضرع. لمين صرت تتضرع؟ يعني مين يخطر عبالي؟ قلي مين اللي خطر؟ مار شربل طبعا هو في الأول. بس انت ما كنت تعرفه. ايه بس ما حيلا بسمع فيه. ايه. وتضرعنا كمان للنبي أيوب. النبي أيوب. لأني أنا شاغل بالنبي أيوب 3 أشهر. نعم. كمان خطر بمزار النبي أيوب. نعم. ايه. شو والله مثل اللي تبنشت، صرت بين الواعي والغافي، يعني أعمل عيوني هيك لش أتأكد أنا واعي ولا نايم. شو والله بلاقي شخص ختيار فايت من هالباب ماشي ركض بس فشخته هيك عم تروح هيك مش ختيار. ايه هيدا ختيار عناية بقي جاي صوبي. قلت أنا من هو هالختيار اللي جاي صوبي؟ بقي جاي للمالي هاي مسكني على كوعي من هون، وهلق ما تاخذونا إذا بكينا يعني بس نشوفه نتخيله، مسكني على كوعي من هون قال لي موجوع. قلت له كتير. قال هلأ نعمل لك عملية ومنصحح. هو قال لك رح نعمل لك عملية ونصححك؟ هاي بالضبط. لا حرف خيس ولا والله. طلعت ما لقيته وما شفته، فف شوي التفت لقيته عمل يمينها بيجي بيشيل من جيبة القنبيز، قنبيز نحن من قبل ايه القنبيز، بيشيل صحن هيك لونه قزاز
وهيك مقرقط قرقط ديره وبيشيل آلة لون هيك أصفر لون ذهبي هيك يجي بحطها. نعم. صرت حاسس شي عم يغرس فيك عم تنزل بس فيش وجع أما حاسس فيه بس سمعت صوت بس وصلت الآلة سمعت صوت مثل صوت الدريل المقدح الرجراج مقدح ايه وانا صرت هز هيك وجوا بصدري تك تكي كمان سمعون بشيل هالآلة وبحط الصحن تحت منه انتلى الصحن دم صار ينزل دم انتلى الصحن دم بيجي بيمسك الصحن بحطه هيك قدام عيوني قال لي شلنا لك الدمات النزيل مسك الصحن هيك هدي الصحن بالهواء بيجي بحط ايده على كتفي هيك وصار يجلني على الصحن صار هالصحن ماشي وهالدم نقت منه اختفى الصحن بس اختفى شيل ايده متكع على كتفي شيل ايده وبرم سلم علي قال لي من هنيك بالسلامة وما عادش بيك شيء من بعد ما شيل الهي دق الصوت بقي الصوت بعد ما مثال بقي شيء دقيقة أقل شوي الغاية هنينا بالسلامة ومشي نعم بيوصل على الباب بيلتفت بيلاقي فتيل شاش بمخي عم براسي رجع وصل لحد مني قال لي هون كمان مفجوخ وضرب ايده على فتيل الشاش وقعت الشاشة بالأرض هرتني في شي بقى ها بس أنا مش شايف إذا في شيء والله عاد قال لي من هنيك بالسلامة مرة تانية وما عاد بك شيء صحيت ريت أنا ماسكه عايده قلت له ما عرفتناش مين حضرتك قال لي مش رايح كنايس عديورة عم زرار طلعت فيه أنا في صورة لمرشليطة على طريق شرتون نعم دايما بمرق من هونيك تعرف انه مربي دق قلت انه هيدا مرشليطة قلت له مين حضرتك مرشليطة قال لي لا انا مرشربي تهنيت بالسلامة عمل حاله ومشي وفر مشي عيطت له لمرتي انا تعال هون اجت قلت لها شوفي لي شو الصوت هذا صوته تكتك جوا هاي قلت لي ايه راح الصوت يعني سمع شيء ما سمعت الصوت راح الصوت بس الرجفه بقيت الرجفه شوي يعني نعم شي دقيقه قلت لها قومي تنمشي قومي بدنا نمشي انا في امشي كده من المستشفى ايش والله قمت على اساس في شيء تحرك لقيت ما بيني شيء بقى التخت حطوه منظر ما استعملت جيت فشهرت على التخت هيك ما انوجعتش على الميل الثاني ما انوجعتش كمان ما انوجعتش وقفت بيني وبين حيلي وصرت خبط على الضلع هيك بطلت ابني رامي ابني غير خالي رامي قال لي ايه بابا كسرهم اكثر ما هن مكسرين قلت له لا يا بابا كانهم صح وخبرتهم انه مرشار بالاجا ايه لابني خبرت ضمرتي ما قلت له شو قال لك رامي قال لي بدنا نروح على عنيزة ومرتك ليش ما خبرتهاش ساعتها ما خبرتهاش ما كنتش يعني هيك بعدني انا مستغرب يعني مرتك بتأمن كنت عاد موت مرتك بتأمن بمرشاربيل؟ اي معلوم كل اللي هلأ صرت تأمن؟ ايه طبعا نعم طبعا وهي صورته بالهوانية